حضرتك انا الدكتور كمال ابو العنين، حضرتك انا اخصائي زلازل ببلديه دبي باداره المساحه. ده المشاركه الثانيه للعام الثاني. الهدف من المشاركه ان احنا نبرز دور البلديه في تقليل المخاطر بتاعه احد المخاطر الطبيعيه وهي الهزات الارضيه. بالتاكيد الخطر الزلزالي على دوله الامارات هو خطر بسيط، لكن من آن الى اخر بتحدث بعض الهزات القويه اللي في جنوب ايران وبتاثر على الابراج المرتفعه، وعشان كده بلدية دبي أنشأت أول شبكة لرصد الزلازل بالدولة في عام 2006، ودي كانت شبكة حساسة وتم ربطها ببعض الشبكات الإقليمية في عمان وفي الكويت وفي السعودية.